بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله الوقت هناخد الديفينيشنز، التعريفات الخاصة بشوية كلمات ممكن نكون ما فهمناش معناها في الفوكابلري بتاعت لسن 4 يونت 2 كونكت 5. بدأ الديفينيشنز اللي هي التعريفات هنا بإيه؟ سام اللي هو التوكسيك. توكسيك قالك very bad to eat or breathe، سيء جدا للأكل أو التنفس. اللي بعده air freshener لو معطر الجو، air freshener a way of making the air smell cleaner، طريقة لجعل الهواء ده ريحته ايه تكون انضف. emissions اللي هي عوادم انبعاثات اسمها ايه emissions، gases from cars or factories هي غازات بتطلع من السيارات والمصانع. shade اللي هو الظل، out of the sun بعيد عن الشمس، يعني اي حاجة اي مكان بعيد عن الشمس مفيش فيه شمس بيبقى في ظل، اسمه ده ايه شيد، الظل اسمه شيد. nightmare اللي هو كابوس. nightmare قالك a bad dream هو حلم مزعج وحش. green house صوبة زراعية، green house قالك a glass building used for growing plants، بناء زجاجي بيستخدم لزراعة النباتات. acid حامض أو حمضي، acid قالك has chemicals in it، has chemicals in it يحتوي على مواد كيميائية بداخله. فيه طب في كلمات قالك بس كده بسرعة ان في كلمات جديدة بتيجي من noun plus noun، تمام، اسم مع اسم زي night مع مير ادالك نايت مير، جرين مع هاوس ادالك جرين هاوس. ده الجزء الخاص بالديفينيشنز بتاعت ليسن 4. اقراها بس وافهم معناها علشان تكون ايه وانت بتحفظ الكلمات فاهم معنى الكلمات دي. اشوفك ان شاء الله في التكست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.